على الرغم من السلبيات الموجودة في قطاع الصحة، إلا أن هناك بعض الإيجابيات ترفع من روح المواطن ليطمئن على أن الخدمات العلاجية المقدمة له بخير، وأن هناك من يسعى لعلاجه وراحته، كما هو الحال في مستشفى القصر العيني والدمرداش. في مستشفى الدمرداش الجامعي ألقينا الضوء على عدة أقسام علاجية ومدى تطور المستشفى وعن دورها في علاج المواطنين. بالنسبة لما يحدث حاليا في مستشفيات جامعة عين شمس لتنفيذ الثلاث محاور أو الثلاث أهداف خاصة بالمستشفيات الجامعية، وأحب أن حضراتكم تشوفوا الحاجات دي. في مركز البحوث اللي هو الدور البحثي لمستشفيات جامعة عين شمس، في مركز للبحوث، المركز ده بيتم تطويره إنشائيا وهندسيا، وهيبقى فيه ثلاث وحدات، وحدة للأبحاث الأساسية Basic Science Research، ووحدة للأبحاث الكلينيكية، ووحدة لأبحاث وعلاج فيروس سي تحديدا، ومربوط بيها بيت للحيوان للحيوانات الصغيرة عشان تستخدم في الأبحاث الأساسية. ما احنا قدمنا تاني يوم اتصل بينا وقلنا اتصل بينا امبارح جايين نصرف العلاج النهاردة. ادينا اتصل علينا امبارح ادينا العلاج، عندي فيروس. الفكرة كلها انه احنا عندنا مرض اسمه جلطة المخ، المرض ده لازم يتاخد فيه قرار علاجي في ظرف 3-4 ساعات من بداية الأعراض. فمستحيل إن مريض يروح مستشفى في الصعيد مثلا لو ما فيش دكتور متخصص يقدر يجي مصر وياخد الرأي الطبي في ميعاد مناسب. اللي احنا بنعمله إن احنا بنوفر الرأي الطبي المتخصص ده باستخدام تكنولوجيا الطب عن بعد مباشرة في وقت وجود المريض في الطوارئ بتاعة أي مستشفى. دي الحقيقة وحدة تخصصية تم افتتاحها في شهر مارس 2013، تضم حوالي 11 سرير، سرير مجهزة لكل مريض بكل ما يحتاجه المرضى الجلطات الدماغية. ودي الحقيقة فكرة إنشاء الوحدة دي، ابتدينا في 2013 ابتدينا، وكان يعني الغرض ان احنا نبتدي نطبق البروتوكولات العالمية في علاج السكتة الدماغية. وفي القصر العيني الذي يعد ملجأ لكل المرضى ويستقبل أكبر عددا من المواطنين، فهو يتمتع بخدمة عالية وفائقة ويسعى دائما على أن يشفى المريض تماما مما يعاني منه. مستشفيات جامعة القاهرة اللي هي الشعب يعرفها باسم القصر العيني، مستشفيات جامعة القاهرة حاليا 11 مستشفى، وعلى وشك ان احنا نبقى 14 مستشفى عن قريب. عندنا 5200 سرير مرضى. المستشفيات دي في منها مستشفيات الطوارئ، ودي يمكن اهم مستشفى عندنا، اسمها مستشفى طوارئ كلية طب جامعة القاهرة، ولها اسم كده 185 الرقم، عشان لما اتفتحت كان القصر العيني بقاله 185 سنة. احنا كده بنستقبل العيان هنا، دي مستشفى الطوارئ، بنستقبل العيان في اول 24 يعني طوارئ، يعني المفروض ان احنا العيان بيبقى مريض بحيث ان هو حالته ما تستحملش اكتر من 24 او 48 ساعة، بنستقبل العيان بنعمل له الفحوصات اللازمة، وبرضه نفس الحكاية في معظم الفحوصات هنا بتبقى مجاني، وبعد كده بنحجز العيان وبنعمل له التدخل الجراحي على اساس حالته. الرعاية الأساسية في مبنى الطوارئ، بناخد العيانين اللي بيجوا من الاستقبال تحت، سواء من غرفة الإنعاش أو العيانين اللي بيطلعوا العمليات وبتبقى حالاتهم صعبة، فلازم يجي لهم نوفر لهم سرير رعاية بعد العملية. في نفس اليوم عملوا لي عملية، الصراحة الخدمة هنا فوق ممتازة، وفي أقل من أسبوع بعد العملية ارتحت، وصراحة الدكاترة هنا على مستوى عالي الصراحة، رغم صغر سنهم بس تعليمهم عالي ما شاء الله عليهم. الحمد لله لقيت كل اللي ممكن ألقاه في أي مكان على مستوى مصر. أما في مستشفى الجلاء فأشادوا المواطنون بالخدمة العلاجية، ولكنهم علقوا على بعض السلبيات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. الخدمة المجانية ممتازة جدا، بس هنا في بعض المشاكل بتقابل الناس. ايه المشاكل؟ في اطفال ما بقاش ليها حضانات، دخلت الاقتصادي قاموا بكل جميع الواجب، بس انا ادوني جبت العلاج كله من بره رغم ان اقتصادي، ولو في بقى حد بقى على قده مش قادر اللي هو يخش مجانا مش هيقدر يجيب اي حاجه. هي المستشفى عايزه مستشفى، معنى الفقير مش بيلاقي علاج، ولو لقاه بيبقى اما ناقص يا اما سعره زياده، وغير دوت ودوت. لما تيجي مثلا تعملي عمليه، انا عملت عمليه
فبيتكلموا في الموبايلات عادي والدنيا لطيفه جوه. تقدر تقول ان انا كنت تحت ايديهم خايفه على نفسي. 75% من الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين المصريين تقوم بها مستشفى الجامعات، لذلك يجب إلقاء الضوء عليها وإعطاؤها مزيدا من الاهتمام من قبل الدولة وتزويدها بالمعدات والتقنيات التي تكون في خدمة المواطن البسيط. مها صبري، صباح دريم.